مرحبا بكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي في مادة العلوم قسم الكيمياء الوحدة السابعة الدرس الأول بعنوان التفاعلات الكيميائية. لنبدأ بسؤال صغير جدا، ماذا يحدث عند تركنا لقطعة من الخبز في الهواء الطلق؟ سيطرأ عليها بعض التغيرات مثل تغير لونها، نشفان، كميتها، أي يحدث لها تغيرات فيزيائية وكيميائية. ماذا نسمي هذه التغيرات؟ نسمي هذه التغيرات التي تطرأ عليها بالتفاعلات الكيميائية. لنأخذ تعريف بسيط للتفاعل. ما المقصود بالتفاعل الكيميائي؟ نستطيع أن نعرف التفاعل بما يأتي، بأنها التغيرات التي تطرأ على مادة وتحولها إلى مادة جديدة، أي بين قوسين، قاب قوسين أو أدنى، هي كسر لروابط المواد المتفاعلة وإعطاء روابط جديدة. إذن التغيرات التي تطرأ على المواد المتفاعلة وإعطاء مواد جديدة، أو بمعنى آخر، بمصطلح آخر، كسر للروابط. ما معنى كسر للروابط؟ كسر للروابط بين المواد المتفاعلة وإعطاء روابط جديدة. لنأخذ مثال بسيط، نقول الصوديوم زائد حمض كلور الماء، ماذا يعطي هذا التفاعل الكيميائي؟ أو كيف نعبر عن التفاعل الكيميائي؟ نعبر عنه بمعادلة كيميائية بالرموز والدلالات. أيضا نقول هنا ماذا يحدث؟ تنكسر الرابطة بين الـ H والـ Cl، بين الهيدروجين والكلور، وتتشكل رابطة جديدة بين الـ Na والـ Cl، يصبح NaCl زائد H2 غاز منطلق. إذن نقول حدث تغيير بين المواد المتفاعلة وإعطائنا لمواد جديدة. الآن لنتعرف على أنواع التفاعلات الكيميائية. ما هي أنواع التفاعلات الكيميائية؟ هناك عدة أنواع للتفاعلات الكيميائية بحسب نوعية المواد المتفاعلة والمواد الناتجة. إذن نسمي القسم الأول ما قبل السهم مواد متفاعلة، ما بعد السهم مواد ناتجة عن التفاعل الكيميائي. نأخذ النوع الأول، الاتحاد. ما المقصود بالاتحاد؟ نعرفها بهذا الشكل، هي التغيرات التي تطرأ على مادتين أو أكثر وإعطاء مادة واحدة جديدة. ما معنى هذا الكلام؟ أي تتفاعل مادتين، عنصرين، عنصر ومادة مع بعضهما البعض، وإعطاء الناتج يكون مادة واحدة جديدة. مثال، نقول تفاعل الصوديوم مع الكلور، ماذا يعطينا؟ يعطينا ملح كلوريد الصوديوم. إذن صوديوم زائد كلور يعطي كلوريد الصوديوم. أيضا ماذا هنالك لدينا؟ لدينا تفاعل، مثال آخر، تفاعل النشادر مع حمض كلور الماء. ما هي الصيغة الكيميائية للنشادر؟ النشادر هو عبارة عن غاز صيغته الكيميائية NH3 زائد
حمض كلور الماء HCl. ماذا يعطينا تفاعل النشادر مع حمض كلور الماء؟ يعطينا مركب جديد اسمه NH4Cl أي كلوريد الأمونيوم. أيضا من التفاعلات المنتشرة كثيرا في الطبيعة هي تفاعل الهيدروجين H2 زائد O2 يعطي H2O إذن تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين ماذا يعطينا؟ يعطينا الماء. إذن نلاحظ تفاعل عنصرين مادة واحدة جديدة، تفاعل مادتين يعطينا مادة واحدة جديدة، تفاعل عنصرين مادة واحدة. إذن هي التغيرات التي تطرأ على العناصر أو المواد المتفاعلة لإعطاء مادة واحدة جديدة. ما هو النوع الثاني من التفاعلات الكيميائية؟ النوع الثاني من التفاعلات الكيميائية هو التفكك. ما هو التفكك؟ نقول عنه بالتعريف هي التغيرات التي تطرأ على مادة واحدة لإعطاء مادتين أو أكثر. إذن نستنتج بأنها عكس تفاعلات الاتحاد. الاتحاد تفاعل مادتين أو أكثر لإعطاء مادة واحدة جديدة، بينما التفكك تفكك مادة واحدة لإعطاء مادتين أو أكثر. نأخذ مثال بسيط. مثال تفكك جزيئات الماء. كيف يتفكك أو تتفكك جزيئات الماء؟ الصيغة الكيميائية للماء H2O تتفكك إلى H2 زائد O2. نقول عن هذا التفاعل بأنه التحليل الكهربائي للماء، أي بين قوسين لا يتفكك الماء إلا بوجود وسيط نسميه وعاء فولتا، التحليل الكهربائي للماء. إذن لا يتم تفكيك الماء طبيعيا حصرا. التفكك جميع عمليات التفكك تتم بوسيط إما الكهرباء أو درجات الحرارة. نأخذ مثال آخر. تفكك كلورات البوتاسيوم. ما هي الصيغة الكيميائية لكلورات البوتاسيوم؟ KClO3. سوف تتفكك KClO3 إلى KCl زائد O2. إذا تفكك كلورات البوتاسيوم إلى كلوريد البوتاسيوم والأكسجين، كلوريد البوتاسيوم وأكسجين. هنا سيكون الوسيط عبارة عن رمز أي درجة حرارة. إذا تتم تفاعلات التفكك بواسطة وسيط إما التحليل الكهربائي لأي مادة كانت أو بارتفاع درجة حرارة معينة. أيضاً عند دراستنا لتفاعلات التفكك يجب عند أخذ مثال تفكك بعض الأحماض الضعيفة. مثل ماذا؟ مثل حمض الكربون. حمض الكربون الصيغة العامة له H
2CO3. كيف سيتفكك حمض الكربون؟ سيتفكك بوجود وسيط. ما هو الوسيط؟ درجة حرارة إلى H2O زائد CO2، إذن إلى ماء وثاني أكسيد الكربون. إذن نلاحظ التفكك هو التغيرات التي تطرأ على مادة واحدة لإعطاء مادتين أو أكثر. النوع الثالث من أنواع التفاعلات الكيميائية هو تفاعلات التبادل الاستبدال. لتفاعلات التبادل نوعين، هما أحادية بين قوسين إزاحة وتبادلات أو استبدالات ثنائية. تعتمد تفاعلات التبادل على سلسلة نسميها في الكيمياء بسلسلة النشاط الكيميائي أو سلسلة الإزاحة، أي تعتمد على قوة النشاط الكيميائي بين العناصر الكيميائية. لنأخذ سلسلة الإزاحة، تبدأ بالبوتاسيوم، كالسيوم، صوديوم، مغنيسيوم، ألمنيوم، منغنيز، زنك، حديد، هيدروجين. نحاس، زئبق، فضة، ذهب. إذن سلسلة الإزاحة تبدأ بالبوتاسيوم، ثم الكالسيوم، ثم الصوديوم، مغنيسيوم، ألمنيوم، منغنيز، زنك، حديد، هيدروجين، نحاس، زئبق، فضة، ذهب. ماذا تختلف هذه العناصر عن بعضها البعض؟ عند الاتجاه بهذا الشكل، أي البوتاسيوم إلى الكالسيوم، تتناقص النشاط الكيميائي. أي بمصطلح آخر، يعتبر البوتاسيوم أنشط من الكالسيوم في التفاعلات الكيميائية، أي يعتبر الكالسيوم أنشط من الألمنيوم في التفاعلات الكيميائية. ماذا يحدث في هذه التفاعلات؟ لنأخذ ألف، التبادل الأحادي، الإزاحة. في التبادل الأحادي يكون بين عنصر ومركب، يكون هذا العنصر أنشط كيميائيا من آخر فيزيح هذا العنصر. مثال، لنأخذ عنصر الصوديوم مع حمض الكبريت. ما هي الصيغة الكيميائية للصوديوم؟ Na زائد الصيغة الكيميائية لحمض الكبريت H2SO4. ماذا سيعطي هذا التفاعل؟ نلاحظ أن الصوديوم أكثر نشاطاً كيميائياً من الهيدروجين، وبالتالي سيحل محل الهيدروجين Na2SO4، وسينطلق الهيدروجين إلى الخارج زائد H2 غاز منطلق. إذن العنصر الأكثر نشاطاً كيميائياً سيحل محل العنصر الأقل نشاط كيميائي. سينتج لدينا كبريتات الصوديوم مع هيدروجين. لنأخذ مثال آخر، لدينا بسمار من الحديد، حديد نضعه في وعاء
يحوي كبريتات النحاس. ما هو الصيغة الكيميائية للحديد؟ Fe. وكبريتات النحاس CuSO4. ماذا سيحدث في هذا التفاعل؟ نلاحظ الحديد يأتي أنشط من النحاس في سلسلة الإزاحة، إذن سيقوم الحديد بإزاحة النحاس وإخراج النحاس خارج التفاعل، أي يصبح الناتج FeSO4 زائد Cu. ستتشكل طبقة من النحاس على هذا البسمار ويصبح المحلول داخل الوعاء هو كبريتات الحديد. النوع الثاني من تفاعلات التبادل هي التبادلات الثنائية. ب تبادلات ثنائية. أيضا تعتمد على النشاط الكيميائي ولكن في المركبات. سيقوم هذا العنصر في أحد المركبات إلى إبدال موقعه إلى عنصر أو مركب آخر. إذا نقول عنها تغيرات تطرأ بين مركبات، هناك فرق في النشاط الكيميائي بين عناصره. مثال، لنأخذ مثال بسيط، تفاعل نترات الفضة مع كلوريد الصوديوم. ما هي الصيغة الكيميائية لنترات الفضة؟ AgNO3. الصيغة الكيميائية لكلوريد الرصاص هو NaCl. ماذا سيحدث هنا في هذا التفاعل؟ نلاحظ أن الصوديوم أكثر نشاطاً كيميائياً من الفضة، وبالتالي سيحل محل الفضة وتأتي الفضة محل الصوديوم. ماذا يصبح الناتج؟ AgCl زائد NaNO3. تعتبر هذه التفاعلات، هذا التفاعل من التفاعلات السريعة. سيتشكل راسب أبيض فوراً عند اتحاد هذا المركب مع هذا المركب، عند وضع وعاءين أحدهما يحوي نترات الفضة والآخر يحوي كلوريد الصوديوم. عند وضع هذه النترات فوق كلوريد الصوديوم سيحدث مباشرة هذا التفاعل ويتشكل راسب أبيض هو كلوريد الفضة، والمحلول يتحول إلى نترات الصوديوم. إذن قلنا بأن تفاعلات التبادل تعتمد على سلسلة النشاط الكيميائي أو ما تسمى بسلسلة الإزاحة على قوة النشاط الكيميائي. النوع الرابع والأخير من أنواع التفاعلات هو تفاعلات الاحتراق. هذه التفاعلات تحدث بين أحد المركبات العضوية مع الأكسجين. إذن يكون الأكسجين عنصر رئيسي في تفاعل الاحتراق. ما هو العنصر الرئيسي؟ هو الأكسجين. ما هو الرمز الكيميائي للأكسجين؟ O2. لنأخذ مثال، تفاعل الميتان مع الأكسجين، أو بمعنى آخر تفاعل احتراق الميتان. عندما نقول تفاعل احتراق الميتان مباشرة نبدأ بكتابة الصيغة الكيميائية للميتان NH4 احتراق، فإذا تتفاعل حصرا مع الأكسجين. الناتج دائما وأبدا في مثل هذه التفاعلات أي مركب عضوي مع الأكسجين هو CO2 زائد H2O زائد E. ما هو الرمز E؟ طاقة حرارية، ماء ثاني أكسيد الكربون.
إذن الناتج دائما وأبدا في تفاعلات الاحتراق ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة حرارية، أي أن التفاعل الاحتراق تفاعلات ناشرة للحرارة. لنأخذ مثال آخر، احتراق الإيتان. ما هو الصيغة الكيميائية للإيتان؟ C2H6 إيتان. احتراق أي تتفاعل مع الأكسجين وينتج CO2 زائد H2O زائد طاقة. إذن الناتج دائما وأبدا في تفاعلات الاحتراق هو ثاني أكسيد الكربون وماء وطاقة حرارية. هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم.